السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج حصاد الصحافة، والذي من خلاله نبرز لكم أهم ما جاء فيه من عناوين ومقالات للرأي والتحليل السياسي خلال أسبوع كامل، وحول أبرز وأهم القضايا. كما نعرج على الصحف العربية والعالمية لاختيار أهم المواضيع التي يتم تداولها خلال الأسبوع. بعدها ننتقل لآخر جولة للصحافة في حصاد الأسبوع، وهي الرسوم الكاريكاتورية، فأهلا بكم. نبدأ حلقتنا هذه من برنامج حصاد الصحافة بقراءة لأبرز عناوين هذا الأسبوع من عدد من الصحف والمواقع، والبداية من صحيفة الثورة الرسمية ونطالع فيها: نائب الرئيس يشيد بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في تمديد حظر السلاح على إيران ومواجهة إرهاب طهران في المنطقة. رئيس الوزراء يشيد بالالتفاف الشعبي والقبلي المشرف حول الجيش الوطني في مختلف الجبهات لتحقيق الانتصار لليمن وشعبها. أبطال الجيش الوطني يخوضون معارك شرسة في الصومعة بالبيضاء وغارات جوية تستهدف الميليشيا. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى موقع السادس بالعشرين من سبتمبر، وفي عناوينه ما يلي: نائب رئيس الجمهورية يؤكد الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة ووفق الأطر الزمنية. رئيس الوزراء يطلع على سير العمليات العسكرية ويشيد ببطولات الجيش. رئيس الأركان: القوات المسلحة ماضية في المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. كما نتابع العناوين التالية في موقع صحيفة مارب بريس، والتي أبرزت العناوين التالية: السفير البريطاني: الحوثيون يرفضون تفريغ خزان صافر وفريق الإصلاح في جيبوتي بانتظار تصاريح الدخول. ناطق الجيش الوطني: استهداف الميليشيات للمساجد وقتل اليمنيين لن يمر دون عقاب. قيادات عسكرية تعلن عن انتصارات مهمة في الجوف وسقوط قتلى حوثيين حاولوا سحب جثث بعض القيادات. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نبدأ قراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل، ونعرج على أهم ما كتب فيها، والبداية موقع صحيفة عدن الغد. نسلط الضوء على مقال للكاتب أنور الصوفي بعنوان: هادي رئيس بمواصفات حكيم. ويستهل الكاتب مقاله قائلا: قد تسوق الأقدار شخصا ليجلس على مقعد رئيس البلاد، وهذا مشهد كثير في بلاد العرب، فالصبية صاروا أمراء وملوك ورؤساء، فتقلبات الأوضاع في البلدان العربية وتراكم الجهل جعل من الصبية رؤوس القوم وسادتها، وهذا ما تحاول الوصول إليه صبية في شمال الشمال متكئة على إرث سلالي خالص وليس لها من المؤهلات الأخرى شيء. وأكمل قائلا: ولكن اليمنيين قاطبة قد أجمعوا على رئيس بمواصفات حكيم، ألم يصفوا بالحكمة؟ لهذا كان اختيارهم لرئيس يمتلك نخصية الحكمة والدهاء. هو سياسي ماهر وقيادي عبقري. هذا الرئيس عمل بصمت الحكماء، منح الجنوبيين ما لم يكونوا يتوقعونه، ولكن بعضهم تنكر له ووقف في طريقه، وبالمقابل لم يفارق هذا الدهي في الشماليين، ولكن بعضهم عض اليد التي امتدت له.
حافظ على اليمن ولم يفارط في شبر فيها، وقال للطامعين: إلا سيادة وطني فالتاريخ يسجل. وأضاف الكاتب إنه بالفعل يا أبا جلال التاريخ قد سجل في أوراقه أنكم الرئيس الذي لم يفرط في سيادة وطنه وفي أحلك الظروف، ساومك من بالداخل ومن بالخارج، فقلت لهم وبالفم المليان: سيادة الأوطان لا يفرط فيها الأحرار ولا يتنازل عنها إلا الأنذال، وأنت حر من صلب حر، لهذا حافظت على سيادة وطنك ووحدته، وأتيت لهم بمخرجات صاغوها بأنفسهم، ولكن في ظل وحدة اليمن والحفاظ على كل شبر فيه. فأنت رئيس أي نعم، لكنكم لستم كأي رئيس، فأنتم رئيس بمواصفات حكيم. واستطرد قائلا: فكلما كبرت الأوطان مساحة وحضارة وإرثا ثقافيا، لابد من أن يكون رئيسها من العيار الثقيل. وكلما ضاقت الأوطان وأقل موروثها، حكمها الأطفال والقصر. وهذه رئيس من الذهب الخالص والعيار الأنقى من بين كل العيارات، فهو رئيس يصبر، ولكن عاقبة صبره مضمونة بما يخدم وطنه. يصمت ولكن في صمته قراءة معطيات كل مرحلة، فما أصعب المرحلة التي مرت بها اليمن. فلولا حكمتكم بعد الله سبحانه وتعالى لهوت اليمن إلى مستنقعات الفوضى، ولكنكم وبحكمتكم ودهائكم كلما ظهرت فوضى في بقعة من هذا الوطن حجمتموها في مكانها فانتهت ولن تتمدد. لهذا ستنتصر اليمن بتوفيق الله ثم بحكمتكم أيها المرشال الحكيم. وختم الكاتب مقاله بقوله: ما أسرع حكم العامة من الناس، فكلما حصلت تغييرات سياسية نظر كل واحد من بعيد لحلها وينتقد ساسة البلد، وعندما يرون معالجات الساسة تتغير أحكامهم، ويعلمون أن صبر هؤلاء الساسة ومعالجاتهم هي الأنجع لإخراج الوطن مما هو فيه، فهذه هي سياسة هادي. فمع مرور الوقت يتبين للسياسيين والعامة أن لا حلول إلا حلول هادي، فهو حكيم هذه الأمة، فأنعم بهادي وبحكمته. نواصل مقالات الرأي والتحليل السياسي، وننتقل لصحيفة عكاظ السعودية، ونسلط الضوء على مقال للكاتب عبد الرحمن الطريري بعنوان: إيران والأميال الأخيرة. يستهل الكاتب مقالته قائلا: راهنت إيران ووضعت كل بيضها في سلة رحيل الرئيس ترامب عن البيت الأبيض، وتجرعت في هذا السبيل أقسى الفترات الاقتصادية التي مرت بها، والتي أجبرتها على عدة إجراءات اقتصادية مؤلمة، منها رفع سعر البنزين لثلاثة أضعاف، مما أخرج الآلاف في احتياجات أجبرتها على استخدام العنف لإجهاضها. ويضيف: وكان هذا الرهار إدراكا بأن الجلوس على طاولة مفاوضات مع ترامب قد يكلف رحيل فكرة امتلاك سلاح نووي إلى الأبد، كما قد يعطل مشاريع التوسع في العالم العربي ومشاريع الصواريخ الباليستية. كما كان هذا الرهار مرتبطا بتحليل الموقف الأوروبي الذي يبدو ميالا للتمسك بالاتفاق النووي ومحاباة إيران، فالأوروبيون وعلى رأسهم الفرنسيون ميالون لموقف داعم إيران لولا حزم موقف ترامب من الملف النووي. ويضيف الكاتب: ونذكر زيارة الرئيس ماكرون ثم المستشارة ميركل قبيل خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ولم تنجح الزيارتان في ثني الرئيس ترامب عن موقفه، ولعل الامتناع الأوروبي الأخير عن التصويت على قرار مد حظر الأسلحة لإيران خير دليل على ذلك. ويضيف: اللافت في موقف الأوروبيين أيضا أنهم يملكون خطابا أشد قسوة على التمدد التركي، رغم أن التمددين التركي والإيراني بذات السوء
إلا أن ليبيا كانت تمثل كعكة للتنافس الإيطالي الفرنسي قبل التدخل التركي والروسي، بينما لم تكن اليمن أو سوريا بذات الأهمية للأوروبيين. الرهان الإيراني على تغير الإدارة الأمريكية يأتي متزامنا مع غياب فكرة تأثير الداخل الإيراني، رغم ما تعرض له من ضربات اقتصادية، ورغم خروجه المتكرر في وجه السلطة وتحرك الكتلة الفارسية والتي كانت دائما الأقل تحفزا للخروج ضد السلطة. وختم الكاتب أنه في المحيط العربي سمعة إيران في القاع، فقد كانت ذروة قوتها الناعمة في العالم العربي خلال حرب تموز 2006 قبل أن تنحدر في عام 2011 بعد تدخل الطائفي في سوريا الذي استمر في الانحدار منذ ذلك الحين، مرورا بالخروج الشعبي في شوارع البصرة وبغداد وبيروت منذ عام 2015، وتجاوز المتظاهرين للخروج على الوكلاء وشجب إيران مباشرة كسبب لويلات تلك البلدان، وختم قائلا: رهانات التمدد ليست مرتبطة بالقوة العسكرية والقدرة المالية فقط، ولكن يجب أن يصحبها قبول شعبي ما لم يكن موجودا في العالم العربي. ولعل ما تشهده البصرة من رفض المكون الشيعي لإيران واعتبارها أداة الموت وجالبة الفاسدين أكبر دليل على ذلك، وبالتالي التحدي الإيراني أكبر من تغير الإدارة الأمريكية. وربما لو فشل الرهان وبقي ترامب في البيت الأبيض، فخيار الموت السريري سيكون الأقرب للنظام الإيراني. فالفشل الحقيقي هو الاعتقاد أن عوامل خارجية هي أهم للبقاء من العوامل الداخلية التي لا يمكن التحكم في كل مرة بحجم غضبها. نصل مشاهدينا الكرام نحن وإياكم إلى آخر مقالاتنا السياسية، وهذه المرة من موقع المشهد الدولي للكاتب الدكتور عادل الشجاع بعنوان: الحوثية فئة ضالة ومضلة وجب قتالها. واستهل مقالته بالقول بأن هناك من أوقف عقله من بعض الأحزاب ويتحالف سرا أو علنا مع هذه العصابة بهدف القضاء على عدو وهمي، اعتقادا منهم أنهم سيتخلصون من هذه العصابة وستكون الغلبة لهم، أو أنهم سيعقدون صفقة صلح تجعلهم شركاء يتقاسمون السلطة والثروة. ولا يدرك هؤلاء بأن الحوثي مرض لا ينتعش إلا بإضعاف الجسد، يقوم مشروعه على الخرافة وتعطيل العقل وتقييد للإنسان في إرادته وحريته وإدارة حياته ومجتمعه، ولا يقبل بالآخرين إلا عبيدا فقراء معدمين ضعفاء. واستطرد قائلا: ماذا ترجون من جماعة تدعي أنها خلقت قبل أن يخلق الله الكون، وأن الله خلق المخلوقات كلها لأجلها؟ يروون أحاديث مكذوبة عن رسول الله، ومنها هذه الرواية التي تزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور 5 أشباح سجدا وركعا. قال آدم: هل خلقت أحدا من طين قبلي؟ قال: لا يا آدم. قال: فمن هؤلاء 5 الأشباح الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ قال: هؤلاء من ولدك، لولاهم ما خلقتك. هؤلاء 5 شققت لهم 5 أسماء من أسمائي، لولاهم ما خلقت الجنة والنار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. أليت بعزتي ألا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بعض أحدهم إلا أدخله ناري ولا أبالي؟ يا آدم، هؤلاء صفوتي.
ويتساءل الكاتب قائلا: فماذا يعتقد المتحالفون مع هذا الكهنوت؟ وماذا يريون منه إذا كانت المخلوقات كلها خلقت لأجلهم؟ ومن ينتقدهم يدخل النار، فما على الآخرين إلا أن يخروا ركعا وسجدا لهم حتى لا يغضبون الله، لأنه يغضب لغضبهم ويزعل لزعلهم، وما وجد الله إلا لخدمتهم، يسهر على راحتهم وتلبية مطالبهم، وأنتم لن تكونوا أكثر من جنود يسخرونكم لحمايتهم وتنفيذ الأوامر، تقتل بعضكم بعضا فلا يهمهم موتكم، فأنتم مجرد أرقام لا تستحقون حتى الذكر، ونساؤهم شريفات ونساؤكم وضيعات، ورجالهم سادة ورجالكم عبيد، فأنتم والوطن غنيمة وملكا لهم ولخدمتهم. ويضيف: يريدون مجتمعا من العبيد والعجائز وكبار السن، لذلك يسوقون شبابكم إلى الموت في الجبهات، ليس دفاعا عن الوطن باعتباره وطنا للجميع، بل باعتباره ملكا لهم. كيف لو وقد سخر الله الكون وما فيه خدمة لهم؟ لهذا فلن تكونوا إلا رقيقا عندهم، مصادرين الحرية ومنزوعة حقوقكم، خانعين أذلة مسحوقين. الحوثية عدوة للحياة وعدوة للعقل والعلم والمساواة، وعدوة للإرادة الشعبية، فهي ضد الله وضد الإنسانية. فإذا كانت الملائكة قد خلقت لخدمتها، والجنة والنار وجدت لأجلها، والسماوات والأرض أتت طائعة وكارهة إليها. ويضيف الكاتب: فماذا يتوقع المتحالفون مع هذه العصابة؟ المكانة التي سيكونون عليها والرضا الذي سيحل بهم. عصابة تكره العقل وتكره العلم وتكره النور وتعشق الظلام، وتريد القضاء على كل إنجازات العالم في الحرية، وتعزز العبودية لتفرغ الإنسان من إنسانيته، فهي التي تحدد الأخلاق لأنها خالقة الأخلاق، فلولاها لما وجدت سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا عرش ولا ملائكة ولا بشر ولا جان. وختم قائلا: من أراد أن يحقق سنن الله الحقيقية في الكون فليقتل كل من يدعي أنها سيد ليستعبد الناس كما تقتل الثعابين السامة المؤذية، وليقتل كل من تجرأ على الله ويحاوله إلى خادم عنده. تعالى الله علوا كبيرا، وكل من يزعم أن نساؤه شريفات ونساء الآخرين وضيعات. اقتلوا كل من يقف ضد قول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن أراد العبودية لنفسه ووطنه فهو الذي سيدخل في صراعات جانبية ويترك هذه الفئة الضالة المضلة. واعلموا أن الله سيحاسب كل واحد منا لم يتمعر وجهه لما تقول هذه العصابة الإرهابية التي تجرأت على الله وعلى رسوله وعلى الإنسانية جمعا. قراءة في الصحف العربية والعالمية في جولتنا عبر الصحف لهذا اليوم، اخترنا لكم بعضا مما أوردته صحف عربية وعالمية. نبدأها من فنزويلا لمدمرة يو اس اس بنكني التابعة للبحرية الأمريكية، وتوغلها خلسة في منطقة واقعة تحت السلطة القضائية لبلادها في البحر الكاريبي. صحيفة لوبريسيان سلطت الضوء حول هذا الموضوع وعنونت بالتالي: فنزويلا تعتبر دخول مدمرة أمريكية للمنطقة المتاخمة لمياهها الإقليمية عملا استفزازيا. قالت وزارة الخارجية الفنزويلا في بيان لها أن دخول المدمرة يو اس اس بنكني التابعة للبحرية الأمريكية وتوغلها خلسة في منطقة واقعة تحت السلطة القضائية لبلادها في البحر الكاريبي يمثل انتهاكا للقانون البحري، ونددت الوزارة بهذا العمل واعتبرته استفزازيا، فيما تشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا على خلفية إرسال شحنات نفط إيرانية إلى كاراكاس التي تمر باضطرابات سياسية.
صحيفة الكراول الفرنسية تحدثت أن فيروس كورونا طالما لا يقل عن 25 مليون شخص في العالم، وقالت: فيروس كورونا يطال أكثر من 25 مليون شخص في العالم، أغلبهم في الأمريكيتين. تم إحصاء ما لا يقل عن 25 مليون إصابة بفيروس كورونا رسميا في العالم، أكثر من نصفها في القارتين الأمريكيتين، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية في منظمة الصحة العالمية. كما تقرأ في موقع صحيفة The Independent عن إنجاز قام به باحثون في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة، وهو صناعة أول قلب بشري نابض. صناعة أول قلب بشري نابض في المختبر، حيث تم صناعة أول قلب بشري نابض في المختبر من شأنه مساعدة الباحثين على فهم أفضل لكيفية تصور الاضطرابات القلبية مثل أمراض القلب الخلقية التي تظهر عند الجنين في الرحم. قام به باحثون من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. ما زلنا مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصحفية في معرفة ما يدور في العالم. صحيفة جارديان تحدثت حول الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب سد النهضة، حيث عنونت وقالت: السودان يقترح اجتماعا على مستوى الرؤساء في شأن سد النهضة، حيث اقترح وزير الري والموارد المائية السوداني اجتماعا على مستوى القمة للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الذي تبنته إثيوبيا أو الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، ولا يزال موضع خلاف مع مصر والسودان. وقال: الاتفاق على مستوى الوزراء أصبح غير ذي جدوى لحل الخلافات، ولذلك لابد من ترفيع المناقشات إلى مستوى رؤساء الدول. نبقى في الجارديان، حيث استنكرت فرنسا التصعيد الذي تمارسه تركيا في شرق البحر المتوسط رابطة الحوار بسلوك وقف التصعيد. وجاءت بالآتي: فرنسا تستنكر التصعيد التركي في البحر المتوسط، واعتبرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بسلوك تركيا الذي يعد تصعيدا. بدأت تركيا تدريبات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط وسط توترات مع اليونان بشأن الوصول إلى احتياطات الغاز في هذه المنطقة. واعتبرت بارلي أن تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية وتشكك في سيادة دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وربما تعرض للخطر حقا أساسيا هو حرية الملاحة. وفي مجلة موسكو تايمز أيضا سلطت الضوء حول الاستفزازات والأعمال التعسفية التي تقوم بها تركيا في الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز وانتهاك القانون الدولي، حيث عنونت بالعنوان التالي: الاتحاد الأوروبي يكبح جماح تركيا. حيث حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط. وعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى كل من البلدين تدريبات عسكرية بحرية منفصلة. حريق في أسبانيا يجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم، حيث تم إجلاء ما لا يقل عن 3200 شخص بسبب حريق التهم حوالي 10,000 هكتار في مقاطعة هويلبا الأسبانية جنوب غرب. وقال ناطق باسم حراس الغابات في المنطقة لوكالة فرانس بريس: هذا أكبر حريق منذ بداية العام في الأندلس. وأوضح ناطق باسم خدمات الطوارئ الإقليمية أنه في مدينة المونستر ما زالت النيران نشطة ويحاولون السيطرة عليها. نختم نحن وإياكم مشاهدينا الأعزاء هذه الجولة بخبر من صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، حيث توقعت غياب ميسي مرفقة الخبر بصورة للنجم الأرجنتيني وحيدا في ملعب كامب نو الخالي. ميسي يغيب عن مركز تمارين برشلونة، ورابطة الدوري تطالبه بدفع 700 مليون يورو إذا أراد الرحيل. صدقت توقعات الصحافة الكتالونية بتغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مركز تمارين نادي برشلونة، إذ كان من المقرر إجراء فحوصات فيروس كورونا للاعبين قبل بدء التمارين يوم الاثنين المنصرم.
وتشهد علاقة ميسي توترا كبيرا مع إدارة النادي التي تصر على عدم تلبية رغبته بفسخ عقده قبل عام على انتهائه، لكن النادي استعاد أمله بالحفاظ على نجمه الأول بعدما أكدت رابطة الدوري الأسباني أن رحيل ميسي عن فريقه مسبقا يجب عليه دفع 700 مليون يورو قيمة البند الجزائي. نأتي بكم الآن إلى آخر فقرات الصحافة، وهي فقرة الرسوم الكاريكاتورية، ونشاهد وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا من برنامج حصاد الصحافة لهذا الأسبوع. بإمكانكم متابعة بقية البرامج عبر قناتنا على اليوتيوب قناة عدن الفضائية، أو عبر صفحتنا في الفيسبوك أو تويتر قناة عدن الفضائية. إلى اللقاء.